السلام عليكم متابعينا الطيبين والأحباء توانا، ألف تحية وتقدير للناس اللي راهي تتبع فينا وتشجع فينا باش نكملوا في هذا المجال. هنا كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو الموضح انه لابارتمون هذه بعد ما تقشرت كامل وتنحى هذاك البلاطر ميت وهذيك لافايونس القديمه وهذاك الطاب دو سول وكذا، رحنا درنا المخطط تاع لو شوفار سنترال وتاع ليكتريسيتي مع الزبون تاعنا يكون معنا في الورشه، هو اللي يحدد وين يحوس لي بريستا ونديروهم وين يحوس لومبلاسمون تاع لي غادياتور وتاع لي روبيني. كيما راكم تشوفوا العمل انا كيما اعزكم الله المرحاض والدوش، كسرنا هذاك الجدار اللي يكون في الوسط ودرنا ان اوبن سبيس باش تكون الحاله يعني هو اللي حبها هكا. لي غادياتور درناهم اون كاستري تحت الطاقه مباشره باش الزبون يقدر يدير كاشريدو تاعو هذاك وما يجينيش هذاك الغادياتور، وهذا طلب الزبون على كل حال. الحمد لله فضل الله عز وجل العمل بعد ما شهر باذن الله 30 يوم قدرنا نمدوا الشقه لصاحبها. كما راكم تشوفوا على الدخله مباشره غيرنا هذا الباب الخارجي بحاجه تاع تركيا دوبل بوخت ما شاء الله، وزيناها بالحجر هذا تاع التزيين. حنا كما كنتوا تشوفوا على الداخل رانا مع الرتوشات الاخيره للطيله، صانو هذاك اللي شتوه مقبل هاولي كيفاش ولا طال دوسول ما شاء الله. ركبنا له ثاني هذا الفولي رولون الكتريك بالتيلي كوموند، يقدر يطلع بالمانيفر اللي كتبوا فيه معلق هذاك ولا يقدر بالتيلي كوموند، يعني حاجه فخامه وحاجه راح تزيد رونق في الصالون وتزيد حاجه يعني ما شاء الله. والناس اللي تكون قادره وكافيه وعلاش ما يمتعش روحه. كيما راكم تشوفوا هكا الصالون خدمنا ديكور يعني سامبل، بلاكو عادي سامبل، طيلة بساتيني كاين وين درنا البريونت وكاين وين درناها مات. البالكون تاع الصالون كيما كتبوا فيه خزان تاع ماء 1000 لتر، لي باروداج بالفوركس، لي سبوت والبي في سي في السقف تاع البالكون، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. لا فايونس تاع الباركو كيما كتشوفوا فيها شغل حجره، هاوليك سوبريسور والسيرفو ولي فلتر تاع الماء اللي دائما اكد عليهم لازم يكونوا عندكم في الدار باش يصفي لكم الماء هذاك من الكالكار واكسيتيرا. حنا تشوفوا الانتيريبتور هذو ثاني ما شاء الله يعني اخر ما يوجد في السوق الجزائريه. العمل كيما راكم تشوفوا فيه يعني الزبون تاعنا راح معنا خطوه بخطوه، استشرنا في بعض الامور وحنا فدناه بالخبره المتواضعه اللي عندنا باش نقدروا نقدموا له نتيجه مرضيه، وهي في الاخير البيت تاعو. يعني حنا ما علينا غير جينا سخرنا الله عز وجل باش نفرحوه وهو اللي راح يستفاد من البيت تاعو. ونوصي خوتي كامل اللي يخدموا في اي مجال، طيله ماسونري كهرباء بلومبي، اتقن العمل تاعك برك هذا ما كان، لانه كي تقن العمل تاعك راك راح تنقص على الزبون يعني الخسائر اللي راح يتكبدها، واش راهم يعيطونا ناس واش راهم يشتكيو، يعني نسال الله العافيه والسلامه. كارثه والله غير كارثه. بون نولوا للشقه تاعنا، كيما كنتو تشوفوا الكولوار هنا تعاود كامل اللي كنتو تشوفوا فيه مقبل غير بريك وكذا. كوزينه درنا هذا البتي كونطوال، ديكوراسيون صغيره تاع بلاكو بلاط، الارضيه كيما كنتو فيها كامل بيضاء بسم الله ما شاء الله. المطبخ تاعنا هاوليك بعد ما كملنا لافايونس درنا لو شيما تاع لا كويزين ايكيبي وين راح نحطوها، وجوزنا الانابيب تاع الغاز ما شاء الله. خدمه اني قلت لكم كل حاجه في المكان تاعها. هنا اوليو باش نديروا الفولي رولون وقع واحد المشكل انه الباب ضيق وكذا، استنجدنا بهذا الستور يعني حاجه ثانيه ما شاء الله، تحب تظلم الحاله ولا حاجه مودرن وشابه. في عوض ما نديروا الفولي رولون هاك تشوفوا فيها من بعيد يعني تزيد حاجه في المطبخ هذا. يعني العلم هذا المطبخ كيف تعاود كاريمون، لا تويوت اللي راهي ملتح جايزه، الكهرباء كامل تعاودت من الطابلو، كل حاجه بلي نورم يعني مدروسه بسم الله ما شاء الله. كيما قلت لكم هنايا في البوخت هنا كيما كتشوفوا من تحت درنا لو بوش دايغاسيون، يعني درنا هذيك الفتحه التهويه باش غدوه ما غدوه بعيد الشر كاش تسرب تاع غاز ولا لازم تكون تهويه هذه في المطبخ وفي الباب الخارجي. هنا لو بلاكو تاع المطبخ كتبوا فيه سامبل ما كحتى ديكور، لي سبوت هادو اون تروادي يشعلوا جون ولا بلون ولا جوني بلون، حاجه سامبل يعني البساطه هي اللي تزيد لك الفخامه في البيت تاعك، ما كان لا تروح لهذاك التزواق و
والديكورات هادوك شارجي نوم للعين ما هاد الاستالاسيون هاد الكابل تاع تي في هنايا باش يكون في انكم باللي درنا استالاسيون بارابور اونكاستري كامل في البيت يعني كل شقة عندها نيسات استرا ديكودر وهادي كامل هادو المراحل قلنا يجوزوا مع الاول البالكون المطبخ كيما كتشوفوا فيه خرجنا لو طابلو هنايا علاش هنا لقينا واحد ليمير تاع الفوال ما نقدروش نقطعوا الفوال والحديد هناك درنا ارموار صغيره باش نخبو فينا فيها اللي نوريس هنا عامل غراتويو 3 كامل خرجت فوق لافايونس الشو ديالها كيما كتشوفوا فيها من نوع سوني ديفال يعني هذه سوني ديفال غنيه عن التعريف لحد الساعة راهي في الصدارة في المرتبة الأولى سوني ديفال مانيش ندير له إشهار مي بصح بعد الخبرة قلت لكم القليلة اللي عندنا في المجال هذا سوني ديفال شد المكانة تاعو مكاش لي بان مكا زيرو زيرو لي بان المهم نوافذ المرحاض والدوش كيما كتبوا فيهم تغيروا اون أليمينيوم فير ترومبي زجاج عازل ما يبان حتى حاجة لداخل الباكون تاني تاع المطبخ شتو البارودج هذاك مودرن يعني حاجه بالفرفورجي وكدا نروحو ندخلو للدوش الدوش هنايا كانت بينوار ولات هكا دوش على الموديل الايطالي كيما يقولوا لها هنايا راه دوش ايطاليا هنا هاي ليكي باش تفينات بلا فايونس ما شاء الله الفير ترومبي هذا الزجاج تاني اللي راه حكايه كبيره فيه انه هم يخدموا بالزجاج رخيص وبعيد الشر كاش اكسيدون وكاع تما من الاحسن تروحوا للفير ترومبي هدايا ما شاء الله لا كولون دودوش كيما كتبوا فيها تاني فيها انواع وموديلات خيروا لا ماتير اللي ما تصديش لانه في الاول وفي الاخير هذا البيت تاعك لازم تشري حاجه نوعيه اولى اللي تشد لك هذا بيت تاعك انت اللي تخمم عليه قبل ما نخمو عليه حنايا كما كنت تشوفوا عزكم الله المرحاض هوليك اومونو بلوك يعني تاني حاجة فخامة خير من لونكاستري هادك بزاف انا شخصيا نحب هاد ستيل خير من هادك لونكاستري بيسك فيه مشاكل فيه مشاكل هنا كما راكم تشوفوا المابل تاع المابل دودوش تاع لافاب هدايا حاجة يعني سامل ما نقولكمش حاجة فخمة لانه كاين حاجة افخم منه وماشي حاجة بسيطة الغرف كما كنت تشوفوا هامليك النوافذ كامل تغيروا تاع الغرف لانه مع الاول كانوا نوافذ بالبي في سي رجعناهم اون اليمينيوم دوبل فيتراج ستوب سول فوليولون كل حاجه بتيلي كوموند الانستالاسيون كيما كتشوفوا فيها كل حاجه في بلاصتها يعني بسم الله ما شاء الله يعني فرحه الزبون والعائله تاعو لا توصف بعد ما كانوا متخوفين انني قلت لكم قالوا لي بلي اتصلنا بزاف بالناس وكانوا يسيو يديروا كولابوراسيون بين البلومبي والماسون خطره يحكموا هذا خطره ما يحكموش هذا الحمد لله حتى نطاحوا في فيديو من الفيديوهات تاعنا اتصلوا بيا درت معاهم موعد شرحت لهم طريقه العمل تاعنا اتفقت معاهم على كل كبيره وصغيره مكتوبه كونطرا دو ترافاي وانجاجمون باش نخدموا معاهم والحمد لله ودرنا لهم يعني وقت التسليم موعد التسليم محدد ومكتوب يعني كي نقول لك نعطيها لك على مدة 30 يوم ولا 40 يوم ما فيهاش نقاش بإذن الله نحترموا كامل الآجال هنا كما كنت تشوفوا البلاكار هنايا الزبون عنده شوية ميديتي اقترحنا له باش يديروا بالفايونس بلون هكا باش يودع الرطوبة نهائيا والحمد لله انا مدابي ان شاء الله في التعليقات تمدوا لي كامل رايكم في هذه الشقه كيفاش خرجت الى رانا في المستوى واش لازم نحسنوا واش لازم نطوروا في المشروع تاعنا هذايا والناس ان شاء الله اللي راهم يستناو باش تفرج عليهم يولي عندهم بيت هكذا ويربي يرزقهم احنا في هذا من هذا الفيديو هذايا راح ندعو لكم باللي ان شاء الله يا ربي كل واحد يا ربي يرزقه ببيت حر ماله وقولوا كامل معانا آمين ربي يرزقنا وإياكم سلام السلام عليكم متابعينا الطيبين والأحبة توانا ألف تحية وتقدير للناس اللي راهي تتبع فينا وتتجا فينا باش نكملوا في هذا المجال هنا كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو الموضح انه لابارتمون هذه بعد ما تقشرت كامل وتنحى هذاك البلاطر ميت وهذيك لافايونس القديمه وهذاك الدو سول وكذا رحنا درنا المخطط تاع الشوفار سنترال وتاع الكتريسيتي مع الزبون تاعنا يكون معنا في الورشه هو اللي يحدد وين يحوس لي فريستو ونديروهم وين يحوس لومبلاسمون تاع لي غادياتور وتاع لي روبيني
كيما راكم تشوفوا العمل هنا كيما اعزكم الله المرحاض والدوش، كسرنا هذاك الجدار اللي يكون في الوسط ودرنا ان اوبن سبيس باش تكون الحاله يعني هو اللي حبها هكا. لي غادياتور درناهم اون كاستري تحت الطاقه مباشره باش الزبون يقدر يدير كاشريدو تاعو هذاك وما يجينيش هذاك الغادياتور، وهذا طلب الزبون على كل حال. الحمد لله فضل الله عز وجل العمل بعد ما شهر باذن الله 30 يوم قدرنا نمدوا الشقة لصاحبها. كما راكم تشوفوا على الدخلة مباشرة غيرنا هذا الباب الخارجي بحاجة تاع تركيا دوبل بوخت ما شاء الله، وزيناها بالحجر هذا تاع التزيين. هنا كما كنت تشوفوا على الداخل رانا مع الرتوشات الأخيرة للطيلة، صانوا هذاك اللي شتوه مقبل هاولي كيفاش ولا دال دوسول ما شاء الله. ركبنا له ثاني هذا الفولي رولون الكتريك بالتيلي كوموند، يقدر يطلع بالمانيفر اللي كتبوا فيه معلق هذاك ولا يقدر بتيلي كوموند، يعني حاجه فخامه وحاجه راح تزيد رونق في الصالون وتزيد حاجه يعني ما شاء الله. والناس اللي تكون قادره وكافيه وعلاش ما يمتعش روحه. كيما راكم تشوفوا هكا الصالون خدمنا ديكور يعني سامبل بلاكو عادي سامبل طيلة بساتيني، كاين وين درنا البريونت وكاين وين درناها مات. البالكون تاع الصالون كيما كتبوا فيه فيه خزان تاع ماء 1000 لتر، لي باروداج بالفوركس، لي سبوت والبي في سي في السقف تاع البالكون، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. لا فايونس تاع الباكو كيما كتشوفوا فيها كشغل حجره، هاوليك سوبريسور والسيرفو ولي فلتر تاع الماء اللي دائما اكد عليهم لازم يكونوا عندكم في الدار باش يصفي لكم الماء هذاك من الكالكار واكسيتيرا. حنا راك تشوفوا الانتريبتور هذو ثاني ما شاء الله يعني اخر ما يوجد في السوق الجزائريه. العمل كيما راكم تشوفوا فيه يعني الزبون تاعنا راح معنا خطوه بخطوه استاش